مساء الخير. اهلا. انت دايما مشغوله بالمحاضرات والمذاكره، حتى بين المحاضرات بتذاكري في الكافيتيريا. امال تفتكر حضرتك انا جايه الكليه ليه؟ حضرتي انت بتعامليني رسمي قوي كده ليه؟ احنا كلنا زملاء في كليه واحده. لا ما احناش زملاء ولا حاجه، حضرتك في بكالوريوس، يعني لا احنا في سنه واحده ولا احنا حتى اصدقاء. خلاص اصدقاء. هي الصداقه بالعافيه. ايه رايك لو عازمك على الغدا في اي اوتيل ونقعد نتكلم على راحتنا؟ انا اصل عندي ليك كلام كتير قوي عايز اقوله لك. حضرتك هتقوم ولا اقوم انا؟ انت عصبيه قوي كده ليه؟ احنا في جامعه مش في مدرسه، قبل النظره مش واقفه لنا بالعصايه لما اشوف بنت تكلم ولد. استني استني بس. ايه يا فرح، انت رايحه فين؟ الكافيتيريا بقى دمها تقيل قوي النهارده. هو شريف لسه بيرزل عليكي ولا ايه؟ فاكر نفسه روميو، اي واحده هيشاور لها هتطلع تجري وراه. معذور يا بنتي، ما هو راكب عربيه تمنها قد كده، وابوه عنده ثلاث مصانع ومالوش وريث غيره، يعني حيله وعريس لقطه. عريس لقطه؟ ده عيل. ايوه بس راي بنات تانيه كتير غير كده، دول يتمنوا ضفر. والله هم حرين بقى في رايهم، يشبعوا بيه. عن اذنك. احنا سبق وقلنا لك فرح دي بالذات ملهاش في الافلام بتاعتك. بكره تشوف. انا بقى شخصيا اتمنى لو واحد زي الشريف ده يعجب بيا، ويبقى فيها خطوبه وجواز على الاقل، يعني ممكن كمان ينتج لي فيلم سينمائي ابقى انا البطله بتاعته. عارفه يا مشيره، انا بقى سي الشريف بتاعكوا ده ما يخشش ذمتي ببصله، عارفه البصله؟ لا هو ولا غيره. امال بقى اللي يدخل ذمه حضرتك يبقى ايه؟ فوق ال 40؟ بقول لك يا ظريفه، انا ورايا محاضره مهمه ولازم الحقها. باي. استني بس، انا مضطره امشي دلوقتي علشان في شركه انتاج سينمائي عامله اعلان وانا هروح اقدم فيه. بقول لك ايه، ما تنسيش فرجع على الاعلان بتاعي ده، هيبتدي اذاعته من النهارده. مشيره مشيره. صباح الخير يا مشيره. صباح النور يا شريف. مشيره انا كنت عايز اتكلم معاكي في مساله خاصه. مساله خاصه؟ بس مش هينفع نتكلم هنا علشان الزملاء، يعني انت فاهماني. طبعا فاهماك. طيب اتفضلي معايا، انا هاخدك ونروح مكان هادي علشان نعرف نتكلم فيه على راحتنا. قوي قوي، يلا بينا. انا سامعاكي يا حبيبي. ياه ده انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان قوي، ده انا كنت خلاص هيأس، لكن الحمد لله انت حسيت بمشاعري ناحيتك. انت فهمتيني غلط. غلط؟ انا قلت نيجي نقعد نتكلم في مكان هادي بخصوص فرح. فرح؟ وانا ايه علاقتي بفرح؟ وبعدين انت جايبني هنا علشان تقولي كده؟ ارجوكي اهدي وما تتضايقيش، وصدقيني مش هتخسري اي حاجه، بالعكس هتكسبي كتير قوي قوي قوي. انتي مش كان نفسك تبقي نجمه اعلانات مشهوره؟ انا بقى اقدر احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه في غمضه عين. لو اقنعت بابا انه يطلب من وكاله الاعلانات اللي بتعمل لنا اعلانات شركه انك تبقي نجمه كل الاعلانات بتاعه الشركه. نجمه كل اعلانات الشركه؟ وطبعا انتي عارفه اعلاناتنا مغرقه تلفزيون ليل نهار، يعني الملايين دي كلها هتتفرج عليكي، يعني هتخشي طريق النجوميه من اوسع الابواب. ده غير الاجر اللي انت هتاخديه، عمرك ما هتحلمي في الحملة الإعلانية دي، يعني كل مشاكلك محلولة في ضربة واحدة. إيه؟ سكتي ليه؟ مش مصدقاني ولا إيه؟ لا مصدقاك، عشان عارفة إنك إذا نويت على حاجة يبقى تقدر تعملها. لكن قولي بقى، أنا ما كنتش عارفة إن فرح تأثيرها مذهل للدرجة دي عليك. هي؟ عجباني عجباني قوي قوي. وعشان رفضت تنضم لطابور المعجبات جننتك، مش كده؟ قولي بقى ايه المطلوب مني، قصدي ايه المطلوب من فرح علشان تنفذ لي كل اللي وعدتني بيه. ايه يا ست فرح الجمال والشياكه دي كلها؟ صراحه اول ما ماما قبضت من شغلها الجديد ادتني نص مرتبها كله، قالت لي انزلي يا فرح اشتري كل اللي نفسك فيه. نزلت بقى طقمت وبضعت واشتريت الاكسسوارات دي، ولسه كمان بكره هجيب الكتب اللي انا عايزاها. على فكره لو احتجتي اي حاجه بيقولي لي يا مشيره، احنا اخوات يعني. طبعا بس كل ده ب1000 جنيه؟ ايوه طبعا. وهي 1000 جنيه شويه؟ احنا كنا فين وبقينا فين يا مشير؟ ايوه بس انا ملاحظه ان الاكسسوارات اللي انت لابساها دي كلها فالصو. فالصو؟ وبعدين مهما مامتك اشتغلت مش هتقدر مثلا تغير لك الخاتم ده بخاتم الماس، او تجيب لك طقم لولي. انت مال كلامك غريب وده متقيل كده النهارده؟ ما تزعليش مني، انا بهرج معاكي. عارفه مين سالني عليكي النهارده؟
واقف بعيد وما نزلش عينه من عليكي. مين هيكون؟ مين يعني؟ المعجب الولهان شريف. مش بقولك دمك تقيل النهارده؟ ما تبقيش عبيطه، ده بيحبك ومستني اشاره واحده منك، وبعدين هو ده بقى اللي هيلبسك الالماس وكل اللي بتحلمي بيه واللي عمرك ما حلمتي بيه. والله يا مشيره انت شكلك فايقه ورايقه قوي النهارده، وانا بقى ورايا محاضره ومش فاضيه لك. باي. قلت لها؟ اه طبعا. وقالت لك ايه؟ ما تستعجلش قوي كده، هي دماغها مش هتميل من اول مره، بس انا بطمنك الزن على الودان امر من السحر. فرح انت رايحه فين؟ تكون رايحه فين يعني يا مشيره؟ مروحه. طب ما تيجي نروح نشرب حاجه. لا 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 ماليش مزاج، وبعدين الوقت اتاخر قوي. وقت ايه اللي اتاخر؟ انت في ايه اللي جرالك؟ بقينا نيجي بميعاد ونروح بميعاد ونخاف نتاخر ربع ساعه عشان ماما ظابطه الساعه الميقاتيه. مشيره انا ما احبكيش تكلمي كده لا عليا ولا على ماما. ياه دلوقتي طريقتي ما بقتش تعجبك؟ ما كانت عاجباكي زمان وكنتي بتطلبي النصيحه والمشوره. انا ماشيه. باي. استني بس، انت زعلتي؟ انا ما اقصدش، انا قلبي عليكي. خلاص حصل خير. طيب ممكن بقى نص ساعه نروح نشرب فيها حاجه عشان انا عايزاكي في حاجه مهمه جدا، ولا هتكسفيني؟ انا اقدر برضه. طب يلا. انت ايه حكايتك بالظبط يا مشيره؟ انت خلاص ما بقالكيش سيره طول النهار غير برنس الشريف بتاعك ده؟ هو ده الموضوع المهم اللي كنت عايز تكلميني فيه؟ في ايه يا فرح مالك؟ ما تهدي شويه، انت مالك اتوترتي كده لما جت سيرته؟ ما تجيبي من الاخر يا مشيره وتقولي انت عايزه ايه بالظبط من غير لف ولا دوران. كويس كده الكلام هيبقى اسهل، بس المهم يكون عندك استعداد تسمعي. لا اتكلمي براحتك انا سامعاكي. الشريف بيحبك يا فرح. ياه انت ايه اللي خلاكي متاكده قوي كده؟ ده ياما كلمني عليكي بصراحه. بقى هو موسطني عشان احنن قلبك عليه، ده ما بينامش الليل يا بنتي من كتر ما بيفكر فيكي. يا عيني للدرجاتي؟ يا ريتك يا فرح تحبيه عشر الحب اللي هو بيحبه لك. معلش يا مشيره بقى نعمل ايه؟ لقلبه ما يريد ولا هو الحب بالعافيه؟ لا بس انا ما قلتلكيش حبيه، بس على الاقل ريحيه. ريحه ازاي يعني يا مشيره؟ يعني تخرجوا تتفسحوا وتهيصوا وتنبسطوا، وانت مش هتخسري حاجه، بالعكس هتكسبي وهتكسبي كتير قوي. لا والله يا مشيره انا مش فاهمه، يا ريت تشرحي لي اكتر. يعني اوعي تفتكري ان وظيفه مامتك الجديده دي هتحقق لك كل احلامك، ومرتبها مهما كبر عمره ما هيجيب لك كل اللي نفسك فيه. لكن برنس شريف طبعا هيحققها لي كلها، مش كده؟ هيقول لك شبيك لبيك، كل اللي نفسك فيه بين ايديكي، لبس ذهب عربيه كل اللي انت عايزاه. طب ويا ترى ايه المقابل بقى؟ هو عنده فيلا في العين السخنه، يعني مسافة ساعة من هنا تبقوا هناك، تروحوا في ميعاد الجامعة وترجعوا آخر النهار، تقضوا هناك على أقل مرة كل أسبوع، ولا من شاف ولا من داري. ها قلتي إيه؟ طب أنا عايزة أفهم حاجة بقى وبصراحة كده، أنت مستفيدة إيه من الموضوع ده؟ أنا؟ يعني مش زي ما أنت متصورة، أنا يهمني مصلحتك يا حبيبتي. مصلحتي؟ لا مصلحتي انا عارفاها كويس قوي يا مشيره، مش محتاجه حد يفهمها لي. عمري ما كنت اتخيل انك تطلعي بالاخلاق دي، ده لو كان عندك اخلاق من اصله. انت اتجننتي؟ انا اتجننت؟ انا اتجننت يا سافله يا منحطه؟ بقول لك يا مشيره، انت كل ده عامله صاحبتي وعامله خايفه على مصلحتي. اتريكي اتريكي لساني مش عارف ينطقها. لمي لسانك بدل ما افرج عليكي الجامعه كلها. انت فاكره نفسك ايه يا ماما؟ انتي ولا حاجة، انتي مجرد عيالة تافهة وهايفة. اخلصي يا ليلة الأدب. تضربيني؟ انتي تضربيني يا فرح؟ واوعي لسانك يجي على لساني مرة تانية، انتي فاهمة؟ وانت يا أستاذ شريف جايز يكون عندك فلوس الدنيا دي كلها تشتري بيها اللي انت عايزه، إلا حاجة واحدة بس مش هتقدر تشتريها، بنت عادية جدا من أسرة متواضعة قوي، لا عندها الجاه ولا المال ولا الحسب ولا النسب اللي عندك، لكن عندها حاجة واحدة بس، أهلها عرفوا يربوها كويس ويعلموها الصح من الغلط عشان يوم ما تقابل واحد حقير زيك تعرف تتعامل معاه ازاي. على فين يا سنيورة؟ انتي ماشية كده قبل ما تاخدي الأمانة اللي ليكي عندي؟
عمري ما كنت اتخيل ان مشيرة تفكر فيا بالشكل ده يا ماما، تبعني كده، تخليني فرجة قدام كل زمايلي في الكلية. ممكن بقى تمسحي دموعك الغالية قوي دي، والألم اللي اديتهولك مشيرة ده لازم تبقي فخورة بيه. فخورة؟ طبعا فخورة، لأن لما زمايلك هيعرفوا سبب الألم ده لازم يبقى وسام على صدرك. لا يا ماما لا، ماما أنا مش قادرة أفهم لغاية دلوقتي إزاي مشيرة اللي اعتبرتها صديقة عمري وأقرب إنسانة ليا تعمل فيا كده يا ماما. صدقتي كلامي؟ الصداقة يا حبيبتي مش معناها إن أنتوا تخرجوا مع بعض وتروحوا مشاوير وتشربوا شاي وتتسايروا في الكلام. الصداقة الحقيقية يعني أمانة، يعني تخاف عليكي، تحس بيكي، تتوجع على وجعك. عارفة يا ماما، عارفة أنا فكرت إيه ساعة لما مشيرة ضربتني بالقلم؟ فكرتي في إيه؟ افتكرت لما كنتي بتقوليلي ابعدي عنها يا فرح، دي مش الصديقة اللي تقتمنيها على أسرارك ومشاعرك. بس أنا ما فهمتش. يعني صدقتي دلوقتي ان ماما ما كانتش عايزة تتحكم فيكي وفي صحابك وفي حياتك؟ كان عندك حق يا ماما، انا اسفة. يا اختي يا حبيبتي ما تزعليش. انا دلوقتي بس عرفت ليه صداقتك انتي وطنط وصال استمرت كل السنين دي، عشان كانت صداقة شريفة مبنية على المحبة مش المصلحة. انا فرحانة قوي اني بسمع منك الكلام ده. من فضلك ما تزعليش، عايزة بنتي تبقى جامدة وقوية لأنك ما غلطتيش في حاجة حبيبتي. بعد كده نعرف نختار أصحابنا، ما تندميش على حد ما يستاهلش الندم. حاضر اختي.